Ja. نعم مس، كيفك يا ريا؟ الحمد لله تمام، الصوت واضح؟ واضح. تمام، يلا سابع. امبارح بلشنا في العلاقات بين الزوايا، حكينا انه في عندي علاقات لازواج الزوايا. اول علاقه اللي هم الزاويتين المتجاورتين، مين يذكرني شو يعني المتجاورتين؟ لازم يحققوا ثلاث شروط، لازم الثلاثه يتحققوا مع بعض. الشرط الاول، يلا يا احمد. تمام، لا يتداخلان. تمام، لازم يكون لهم نفس الرأس، الرأس اللي حكينا اللي هو اللي بيكون الحرف اللي بالنص، النقطة اللي بالنص تاعت الزاوية. تمام، لازم يكون في ضلع مشترك، حكينا بنسمي الضلع بكم كمان حرف؟ اثنين، بحرفين. تمام، وآخر إشي إنه ما بصير واحد يكون جوا الثاني. تمام، بعدين حكينا عن الزوايا المتقابلة بالرأس. شو هما الزاويتين المتقابلتين بالرأس؟ يلا يا محمد. تمام، مش متجاورتين، بيكونوا قبال بعض. تمام، بس لازم ينتجوا من تقاطع نفس المستقيمين، ما بيصير من مستقيمين مختلفين. تمام، لازم مستقيمين متقاطعين مع بعض بينتج عندي تقابل بالرأس، والزوايا المتقابل بالرأس دائما إلها نفس القياس. تمام، بعدين حكينا عن الزوايا المتتامة. شو من الزوايا المتتامة؟ يلا يحيى. تمام، مجموع قياسهم تنتين مع بعض 90 درجة. إذا كان عندي زاوية قياسها 60، شو الزاوية المتامة إلها؟ 30. إذا زاوية عندي 45، شو المتامة إلها؟ 45. وهكذا. وآخر إشي حكينا عنه اللي هو الزوايا المتكاملة. يلا رائع. مجموع قياسهم مع بعض 180 درجة. طيب يلا يا أحمد، إذا كان عندي زاوية قياسها 100، شو المكمل إلها؟ 80. إذا عندي زاوية قياسها 110، شو الزاوية المكملة لها؟ 70. وهكذا. تمام، صعب؟ بعدين أخذنا إذا أعطاك رسمة معينة كيف تقدر تطلع، لازم يعطيك على الأقل زاوية واحدة، كيف بدك تقدر تطلع باقي الزوايا. حكينا أكثر شغلتين بنستخدمهم اللي هو التقابل بالرأس، وإذا كان في عندي قطعة مستقيمة مجموع قياس الزوايا القطعة المستقيمة قديش بتكون؟ 180. تمام. طبعا حكينا كمان إنه في عندي أكثر من طريقة، يعني أنا ما بجبرك على طريقة معينة، أنت كيف شايف تقدر تحل، ممكن السؤال ينحل بأكثر من طريقة. تمام؟ طيب خلينا نشوف السؤال اللي حكيناه امبارح عشان ننتقل لفكرة جديدة. هم بس فكرتين في الدرس، يعني كثير الدرس سهل وحلو، يعني يوم بيخلص إن شاء الله. نشوف هذا السؤال. كده استخدم الشكل التالي لإيجاد قيمة كل مما يأتي. بدي قياس الزاوية، حكينا M وشارة الزاوية يعني قياس الزاوية BNC. وين BNC؟ لما يحكي لي BNC يعني هذا. تمام؟ ما بدي خلص، تابع حبي منهاج الفصل الأول، بس الأفكار اللي أنا بعطيكم إياها هي المهمة. تمام، ما تدرس اي شيء ما اعطيتك اياه. في يلا، شو قياس الزاويه بي ان سي؟ هاي بي ان سي، احنا وجدهم كلهم بالاخر بي ان سي، وبدنا سي ان اتش، وبدنا ار ان اتش. يلا مين اسهل وحده اطلعها؟ يا قصي اللي هي اتش ان سي، قديش قياسها يا قصي؟ تمام، ليش 125؟ تمام، لأنه في عندي تقابل بالرأس مع الزاوية R N B. إذا لأنه عندي تقابل بالرأس. يلا، طيب، مين يحكي لي كيف أنا بقدر أطلع قياس الزاوية B N C؟ B N C غيرهم؟ B N C حكينا هم شغل أكثر شغلتين نستخدمهم، تقابل بالرأس وزاوية مستقيمة. يلا محمد. أنت. تمام. لا. هاي زاوية مستقيمة، خلي محمد اللي يحكي معي. هاي زاوية مستقيمة، صح يا محمد؟ طيب، هاي كلها الزاوية المستقيمة، أنا بعرف منها أنها هاي 125، صح؟ قديش بضل هاي؟ شو بعمل؟
شوف خلي محمد لي يحكي. خلوه يركز. تمام شو بعمل؟ رح اطرح 180 اطرح منها ايش؟ 125 قديش بيعطيني يا محمد؟ 55. مين مش عارف كيف هاي طلعناها؟ هاي هذا كله خط مستقيم، قياس الزاويه المستقيمه 180 درجه. طيب انا بعرف منها جزء اللي هو 125، قديش بضل ال 180؟ بحكي 180 ناقص 125 كم بيعطيني؟ 55. تمام اذا هاي 55. تحكوش مع بعض. لازم تحكي لي شو عمله انه تقابل بالراس، بدك تبين لي عليه علامه هذا الحكي. طيب تمام ما دام عرفنا هاي، هاي سهله قديش تكون؟ 55. شو السبب؟ تقابل بالراس مع الزاويه بي ان سي. صعبه؟ اي زاويه بدك تطلعها بدك تحكي لي كيف طلعتها، تحكي لي شو السبب اللي عمل خلاك تعمل هيك. يعني هاي مثلا ايش اللي عملته هون؟ بدك تحكي انه مجموع، او بدك تحكي ايش الاسهل، دائما اكتب لي هاي الجمله خلاص. قطعه مستقيمه قياسها 180 درجه، هاي كلها قطعه مستقيمه. عرفت منها جزء 125، بقدر اطلع الجزء الثاني فبحكي 180 ناقص 225، بس خلص اكتب لي قطعه مستقيمه، اكتب تقابل برس، يعني مش طالبه منك تكتب لي اشياء كبيره. تمام؟ اكتب اللي بدك اياه، المهم تعطيني سبب، شو اللي خلاك تعمل هيك؟ بيروح عليك نص العلامه. ايش مش فاهمه؟ طيب انا عندي زاويه مستقيمه، شو قياس الزاويه المستقيمه؟ الخط المستقيم 180 درجه. هاي الزاويه المستقيمه مقسومه لقسمين، هاي هون قسمناها هيك احنا. الجزء هذا منها 125، دائما هاي هيك القطعه المستقيمه، هاي كلها 180. فانا هون اجى عندي خط، هذا الجزء منه 125، قديش بضم من ال 180؟ هاي كامل 180، فبحكي 180 ناقص 125 تطلع معي هاي. تمام؟ تمام؟ لازم مجموعهم مع بعض 180 درجة. حدا عنده سؤال؟ طيب، الفكرة الثانية بالدرس إنه نستخدم العلاقات اللي إحنا أخذناها اللي هي زوايا المتتامة والمتكاملة وتقابل بالرأس والتجاور عشان نحل هذا السؤال. كيف؟ مثلاً عندي هذا السؤال. خلينا نبلش في 8. بحكي لي جد قيمة اكس، هلا هون سابع بدنا نتذكر شو درس المعادلات، يعني احنا هاي المسائل هلا رح تنحل بشو؟ بطريقة المعادلات. ليش؟ لأنه عندي مجهول، كل ما أنا عندي مجهول اكس فأنا لازم أستخدم ايش؟ لازم أستخدم حل المعادلة. دائما احنا حكينا إنه أنا بتخلص من الجمع بإيش؟ بالمعادلة، بالطرح، من الطرح في الجمع، من الضرب في القسم، ومن القسمة بالضرب. دائما أول إشي بتخلص منه الأرقام اللي هي الجمع والطرح، بعدين آخر إشي بتخلص من معامل إكس اللي هو الرقم اللي جنب إكس. شو معامل إكس هون؟ 2. شو معامل إكس؟ شو معامل واي؟ سالب 2. فالمعامل هو آخر إشي دائما بتخلص منه اللي هو بيكون جنب الإكس. لما اخذنا درس المعادلات انا شو حكيت لكم يومها؟ انا حكيت لكم لما اخذنا درس المعادلات وعدنا فيه اسبوع، قلت لكم ان هذا من الدروس المهمه اللي ما بصير تنساها لانه رح نستخدمها كثير سواء بسابع او بباقي الصفوف، ما رح نستغني عنها. يلا نشوف السؤال الاول. بدي ادور على علاقه من العلاقات اللي اخذناها عشان اقدر احل هذا السؤال. شو رايكم؟ شو العلاقه بين هاي الزاويه وهاي الزاويه؟ شو العلاقه بين هذول الزاويتين؟ معطيني قياسهم. معطيني قياسهم لكن في مجاهيل. انا بدي اطلع قيمه هذا المجهول. شو العلاقه اللي بتربط هذول الزاويتين؟ اي محمد. متقابلتين. ممتاز. واحنا اخذنا انه الزوايا المتقابله بالراس شو مالها؟ الهم نفس القياس. ممتاز. هذا عندي هون تقابل بالراس، والتقابل بالراس دائما الهم نفس القياس، قياس الزاويه الاولى بيكون يساوي قياس الزاويه الثانيه. طيب هاي الزاويه الاولى
واعتبر هاي الزاوية الثانية إلهم نفس القياس، إيش يعني بدي أحط بيناتهم؟ لا بدي أحط بيناتهم يساوي، إلهم نفس القياس، فشو باخذ؟ باخذ الزاوية الأولى قديش قياسها؟ 5 إكس ناقص 5 بساويها في الزاوية الثانية، بساويها في 2 إكس زائد 7. عندي اكس على الطرفين، دائما بودي الاكس الصغيره عند الاكس الكبير. هينا احنا هلا مع الممارسه رح نرجع نتذكر المعادلات. 2 اكس لما بدي نقولها على الطرف الثاني بطرح 2 اكس من الطرفين، ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس، بتروح هاي مع هاي 2 اكس ناقص 2 اكس صفر. دقيقه يلا 5 اكس ناقص 2 اكس يلا يحيى 3 اكس ناقص 5 يساوي 97. بتخلص اول شيء من الارقام بعدين من معامل اكس. ناقص 5 بدنا نقولها على الطرف الثاني شو بتصير؟ زائد 5. ممتاز، زائد 5 للطرفين. اي شيء بعمله على الجهه اليمين بعمله على الجهه اليسار، اي شيء بعمله على اليسار لازم اعمله على اليمين. ايش هي؟ انا ايش الفكره من حل معادله سابع دائما؟ اني اخلي الاكسات على جهه والارقام على جهه. دقيقه يا احمد، مش لازم اخلي الاكس على جهه والارقام على جهه؟ فانت اذا نقلت ال 97 انت هيك خليت الجهه هذيك فاضيه صح؟ بس اللي بيت عنده سؤال بيسالني انا، ما تسالوش بعض. وين؟ 5 اكس 5 نقص منها 2 ليش سالب؟ 5 نقص منها 2 5 5 معك 5 دنانير صرف الدينارين. طيب ليش سالب؟ طرح عادي. طيب يلا 5 مع سالب 5 بتروح، ضل عندي 3 اكس يساوي 97 زائد 5 102. اخر شيء منه بتخلص منه معامل اكس. شوفي بين الاكس والضرب والثلاث، ضرب شو عكس الضرب؟ اقسم على ثلاث اقسم على ثلاث، اذا اكس شو تساوي؟ 102 تقسيم 3 4. اقسمها قسمه طويله لاني ما بيعرف 34. واضحه هاي؟ تمام. ايش؟ دقيقة. يلا بحاول ادور على واحدة من العلاقات اللي اخذناها. ما دام عندي مربع اذا هاي الزاوية شو نوعها؟ قائمة. طيب شو العلاقة اللي بتحكي عن الزاوية القائمة؟ اللي هم زوايا المين؟ مجموعة زاويتين بيعطوني زاوية قائمة، هذول زوايا شو اسمهم؟ متتامتين. لا متتامتين. ممتاز. المتتامتين بيحكي لي انه زاويتين مجموعهم قديش بده يساوي؟ 90. فاذا هاي الاولى وهاي الثانيه التنتين مع بعض مجموعهم 90، هدول زوايا. قديش الجواب؟ اصبر بدنا نعرف كيف طلعنا. هدول زوايا متتامه، زوايا متتامه زاويتين مجموعهم بيساوي 90 درجه، اذا قياس الزاويه الاولى زائد قياس الزاويه الثانيه بيساوي 90 درجة. طيب الزاوية الأولى قديش؟ 3 إكس زائد 6 عشان سميناها، زائد الزاوية الثانية 48. هدول شو بسويهم؟ بسويهم بال 90. تمام. عندي أرقام بجمعهم سهلة، هاي 48 زائد 6 احكي 54، بصير عندي 3 إكس زائد 54 شو بيساوي؟ 99. اخلص من الثلاث؟ لا اخر شيء بروح عليه معامل اكس. ناقص تمام. بطرح 54 من الطرفين عشان اخلي الاكس لحال والارقام لحال. 54 مع 54 بتروح، ضل عندي 3 اكس شو تساوي؟ تساوي 36. شو بدي اعمل هلا يا رائد؟ اقسم على على 3، اذا اكس شو تساوي؟
12 12 ماشي تمام. اذا قيمه اكس اللي بتحلي لي هاي المعادله ايش يعني قيمه اكس؟ يعني لما اضرب 3 في 12 قديش بيعطيني؟ 6 و30 زائد 6 42 زائد 48 تساوي لا لازم يساوي 90 هيك انت بتتحقق. هاي مش 95 هاي 90 هاي زاويه قائمه زاويتين هذول متتامات تنتين مجموعهم 90 درجه. احنا طلعنا النتيجه 12 سنه شوي ايش؟ احنا طلعنا النتيجه 12 مش اخر شيء ايش لازم نساوي؟ خلاص هاي هو بده قيمه اكس هو بحكي لي جد قيمه اكس السؤال هي بس لهون وبس. احكي يا يحيى احكي خلاص احكي حاضر تحب الغلبة انت مشكلة اللوح هلأ يلا اخر سؤال نفس هاي براء سؤال هلا بس ممكن تعيدي تبعت انه كيف عرفنا انه قيمة الاكس 12 بس اخر شيء تمام هلا احنا حكينا انها الزاوية 1 وزاوية 2 مجموعهم 90 درجة صح؟ الزاوية الأولى 3 اكس زائد 6 والزاوية الثانية 48 بجمعهم لازم مجموعهم شو يساوي يا براء؟ يساوي 90 تمام؟ هاي واضحة؟ خمس ايوه تمام هلا بجمع 48 زائد 6 قديش بيعطيني؟ بيعطيني 54 شو بتصير المعادلة عندي؟ 3 اكس زائد 54 يساوي 90 دائما احنا بحل المعادلة بنتخلص من الأرقام وآخر شيء بتخلص منه معامل اكس فبطرح الإشارة جمع كيف بتخلص من الجمع؟ بتخلص منها بالطرح فبطرح 54 من الطرفين 54 مع 54 بتروح بضل عندي 3 اكس من الجهة اليسار والجهة اليمين بطرح 90 ناقص 54 بيعطيني 36 اخر شيء مين بدي انا لما احل معادله عندي اوجد قيمه اكس بدي اخلي الاكس تضلها مجرده لحالها فبتخلص من الثلاثه اللي هو معامل اكس بقسم لانه عكس الضرب قسمه بقسم 3 على الطرفين 36 تقسيم 3 اعملها قسمه طويله اذا ما بتعرف تحلها شفهي احنا بنحكي 3 تقسيم 3 1 و6 تقسيم 3 2 فبتطلع قيمه اكس شو تساوي 12 تمام 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 في حد عنده سؤال أكيد طيب نفس الفكرة هذا السؤال هدول التنتين مع بعض زوايا شو نوعها؟ زاوية قاب زاويتين متتامتين مجموعهم شو لازم يساوي؟ 90 الزاوية الأولى هاي الزاوية الثانية مجموع الزاوية الأولى زائد الزاوية الثانية يساوي 90 شو الزاوية الأولى؟ 3 إكس شو الزاوية الثانية؟ 5 إكس زائد 2 5 إكس زائد 2 شو بسويهم هدول؟ 90 بال 90 90 تمام عندي 3 إكس و 5 إكس بجمع الإكسات الأشياء اللي بتشبه بعض مع بعض يعني اسمع 3 اكس و5 اكس قديش بيعطيني 8 ممتاز 8 اكس زائد 2 شو بيساوي نحط تحت زائد 2 2 تمام اطرح 2 من الطرفين
يلا يا لؤي كمل. 90 عندي 8 اكس يساوي 90 ناقص 2 8 80. اقسم على 8 يساوي 11. ممتاز، راح اقسم على معامل اكس على 8 على 8، اذا قيمه اكس شو تساوي؟ 11. تساوي 11. واضحه؟ حد عنده سؤال عليه؟ تمام. فراق يلا افتح دفترك واكتب اللي على اللوح. بس تخلص احكي لي. يلا. بس انا كتبت بس اخر واحده ما كتبتها. طيب يلا هلا بفتح عليه هدية بس شوي. تمام.
مس أنا لسه ما كتبت آخر واحدة اللي هي رقم 10. يلا ماشي برا هلا بس عليها هدية. مس خلصت. مس أنا خلصت.